كابتن وليد، يمكن زي ما انت بتقول كنت همزه الوصل لنقله الجين الاهلاوي من الجيل القديم بركات وابو تريكه وشريف اكرامي كلهم للجيل اللي دلوقتي. انت اللي نقلت الدي ان ايه الاهلاوي ده من الجيل ده لده. المسؤوليه بتبقى عامله ازاي لما انت زي ما قلت كلهم اخواتك الصغيرين وانت اكبر حد في الفرقه مسؤولية دلوقتي؟ صعبة للأمانة، يعني مسؤولية صعبة جدا، يعني مش سهلة. إن إحنا اتعلمنا حاجات هنا في النادي، حاجات مهمة جدا مش موجودة في، مع احترامي كل الأندية. إحنا عندنا أول حاجة هنا لازم يكون عندك إنكار ذات غير طبيعي، حتى لو على نفسك. يعني حتى لو أنا مش موجود ما أقولش إن أنا خلاص مش موجود في الملعب وأشيل إيدي، لا بالعكس، أنت بتبقى قريب من كل الناس عن ما بتلعب. موضوع صعب، تبقى انت يعني مضغوط ان انت مش موجود في الصوره وما بتلعبش، بس برضه موجود في الصوره من حته المسؤول. عشان كده الموضوع مش سهل، موضوع صعب، وده الحاجات احنا اتعلمناها من الجيل اللي قبلنا. ودي يعني مش عايز اقول، دي حاجه من حاجات الثوابت اللي موجوده جوه النادي، جيل بيسلم جيل، وزي ما بقول هو ده المفتاح. يعني ايه الفرق بين الجيلين؟ لا فرق كبير جدا حتى على مستوى الدولي المنتخب. لا جيل، وطبعا لعيبه كويسه الجيل الموجود، بس لسه ما عندوش خبرات زي الجيل القديم. الجيل القديم كان يجمع بين حاجتين، المهاره والشخصيه في نفس الوقت، عشان كده كان مختلف. الجيل ده جيل عنده المهاره، عنده كل حاجه، بس لسه بي بي يعني موضوع الشخصيه ده لسه عايز وقت وعايز خبرات وكده.